فستيفال البذور هي عبارة عن رحلة بديتها في إعادة إحياء الأصناف البلدية اللي أنا نكهاتها كنت مشتقت لها كتير في المطبخ الفلسطيني، اللي هي مهددة يعني بالانقراض، مثل البطيخ الجدوعي، الخيار البلدي وإلى آخره. مشروع حلو يعني، ومشروع مشجع للأهالي البيوت بالذات اللي عندهم مساحات صغيرة زي هيك، يعني إنه يكون في عندهم اكتفاء ذاتي.